اكد حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين ومنذ عصور طويلة تعد نموذجا ناجحا يحتذى به في التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم المطران كاميلو بالين راعي الكنيسة الكاثوليكية في أبرشية شمال شبه الجزيرة العربية بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب الملك المفدى بالمطران كاميلو معربا عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها في المجالات الانسانيه وتعزيز قيم الخير والمحبه والتسامح واكد جلالته ان مملكه البحرين تفتخر بانها تحتضن كل الديانات والمذاهب كاسره واحده مترابطه ومنفتحه على العالم بفضل وعي شعبها الذي يتميز عبر تاريخه العريق بروح التسامح والمحبه والترحيب باهل الديانات الاخرى انطلاقا من تحضره وتواصله مع الجميع منوها العاهل المفدى بان المملكه تعمل على الدوام على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع جميع الديانات وترسيخ نهج الاعتدال والتسامح ونبذ التعصب والتشدد وتعظيم قيم الدين الاسلامي الحنيف التي تدعو الى اشاعه المحبه والسلام والتعايش بين بني البشر وخلال اللقاء استعرض صاحب الجلالة مع المطران كاميلو بالين عددا من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين اتباع الاديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو مشيرا جلالته في هذا الجانب الى المبادرات الرائده لمملكه البحرين في استضافه المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التقارب والحوار والعيش المشترك بين الديانات وضمان الحريات الدينيه وقد اعرب المطران كاميل لوبالين عن بالغ شكره وتقديره لجلاله الملك المفدى على ما يحظى به جميع الديانات على ما تحظى به جميع الديانات في مملكه البحرين من تقدير ورعايه واهتمام ومؤكدا انه بفضل قياده جلاله الملك فان البحرين تحتضن الجميع دون تمييز في مجتمع متحاب ومتكاتف. واعتبر المطران كاميلو ان مملكه البحرين تعد من الدول الرائده في المنطقه في تسامحها الديني مع الديانات والمعتقدات الاخرى وان تاريخها غني بالتواصل وقبول الاخر